السلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد حسب قناة الحياة اليوم في منشور لها وحسب مصادر من وزارة السكن منع بسطيف الجديد الذي يتسع لأكثر من خمسين ألف متفرج ستبدأ الأشغال به في الفاتح من شهر ماي 2023 شهدوا هذا وعلمت الحياة من مصادر موثوقة أن الأشغال بملعب ستيف الجديد ستنطلق رسميا يوم الفاتح من ماي من السنة الجارية وهذا تحت إشراف وزارة السكن والعمران هذا ويتسع الملعب الجديد بسطيف لخمسون ألف متفرج وكان قد تم تجميد أشغال به مؤقتا منذ سنوات